في سن 12 سنة، أعتقد 11-12 سنة في هذا السن هذا، تعرضت لإعاقة لمدة سنة. يعني حنا خلينا نقول بالعامية، أنا تقريبا في 11-12 سنة وقتها، أعتقد أني كان في عندنا مناسبة كبيرة في البيت وتجمع كبير في البيت، صحيت من النوم عندي ورم غريب في مفصلي، ورم يعني ما أقدر أقول لك من أغرب الأشياء اللي ممكن تشوف في الحياة، ورم غريب في المفصل بألم. اليوم اللي بعده الورم جا ركبتي، بس هذه المرة بعد الورم هذا يعني خف وراح للرجل اليمين، صار يطلع في مفاصلي. بعدين بعد فترة شهر على هالحال لما يجيني ما عاد أقدر أمشي، لما يروح مني شوي شوي أقدر أرجع أمشي، اللي ما أقدر أوطى عليها. لكن بعد شهر تقريبا ساءت الأحوال، صرت ما أقدر أمشي، صرت تورم، صرت مجرد وأنا على الفراش اللي حاطيني فيه ما أقدر أمشي، لو أحد يضغط على أسفل الفراش كأنه أحد مدخل في رجلي مسمار كذا. لكن تخيل ما أقدر أمشي، معاق رسميا. رحت المستشفى، تنومت شهر، يعني الحالة ما حد عارف وش معناتها، يمكن يكون التشخيص بس مجرد تشخيص وقتها، لكن معاناة غير طبيعية. يعني 11-12 سنة أنا ما أقدر أمشي. مرت الأيام، تعالجت في كل شيء لين جت المستشفى الملك خالد الجامعي، وكان في توجه أني أنا أطلع للخارج. كانت وقتها برضو مرت أبوي، أمي لطيفة رحمة الله عليها تعبانة، ذكر لنا شيخ يقرأ في مدينة قرب البكيرية اسمها الشيحية قرية، ولكن على أساس أني أنا رايح. طبعا الفترة اللي رحت فيها، أول أتذكر أول ما دخل الشيخ، لأنه كان جاء كان عميان مشهور جدا في قرية الشيحية رحمة الله عليه أبو عبد الله، وأنا صغير، فكنت أمي لطيفة جالسة وهو من بعيد عميان وجلس، قال من اللي فيه؟ قالوا فيه كذا كذا كذا، والحرمة المقصودة اللي بتقرأ عليها يا شيخ موجودة. قال لا، من في غيرها؟ عميان. قالوا الموجود ولدها الصغير، ما قالوا انه ولدها. قال لي وش يشتغل؟ صغير وش يشتغل؟ قال لا يدرس، صغير كم عمره؟ قال لي طيب قربوا، وجاي يقرأ على أمي لطيفة. قال قربوا، بدأ فيني أنا، فبدأ يقرأ علي. أعتقد أنه ما قدر يكمل القراءة، يعني قرأ وشوفه صعوبة أنه يكمل، فقال لي هذا لازم تجيبونه لي كل يوم،